صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجعل السماوات على إصبع، يقول هل نثبت لله جل وعلا الأصابع من هذا الحديث؟ وعندك إشكال في هذا؟ نعم، اللي ما يثبت الأصابع معناه أنه معطل، هذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا مذكور في التوراة، مذكور في التوراة، وجاء اليهودي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك، فصدقه الرسول وأعجب بهذا وضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، لأن هذا مما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.